في المختبر كل عينة وراها قصة حياة إنسان بنهتم بيه. مش مهم كام واحد دخل عندنا، المهم صاحب القصة اللي ورا العينة. إزاي نقرب له، نبقى جنبه، أو نروح لحد عنده؟ إزاي نخصص لكل فرع دكتور يفهمه ويطمنه؟ بنتعب ونسعى ونركز إننا نجيلك بالمستويات العالمية لحد هنا، ونعيد أكتر من مرة عشان أنت تتأكد من أول مرة. هنفضل دايما ندور ونطور، لأن شغلنا الشاغل أنت وأنت وأنتي. قصة حياة الإنسان اللي ورا العينة، المختبر اهتمام من القلب.